في سورة الطور يقول الله عز وجل: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في كتاب المختصر في التفسير قالوا معنى بل لا يوقنون يعني بل لا يوقنون أن الله خالقهم، فلذلك لم يعبدوه. فهل هذا تفسير منضبط؟ يعني والله هو أحد الوجوه في التفسير، لكن بل لا يوقنون، بل لا يوقنون بنبوتك ولا بالقرآن ولا بالتوحيد، لا يصدقون تصديقا كاملا.